أهلا وسهلا وصباح الخير لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا من داخل الأردن ومن خارج الأردن. بنرحب فيكم بحلقة جديدة ولقاء جديد بجمعنا معكم من هلأ للساعة 11 بتوقيت الأردن وعلى الهواء مباشرة لليوم الاثنين 10/8/2015 بمواضيع وفقرات وضيوف إن شاء الله دايما بنالوا على رضاكم وعلى إعجابكم، وبنناقش وبنحكي بمواضيع هي مواضيع بتهم شرائح عديدة في المجتمع. صباحكم سعيد، وكمان صباحك سعيد يا مشحم، كيفك اليوم؟ صباحك نسرين وأحبتنا اللي بيشاهدونا الآن عبر شاشة الأردنية الأولى، دائما هذه اللازمة شاشة تلفزيون الأردني، وفعلا يتجدد الموعد واللقاء دائما معكم عبر يوم جديد بصباحات جميلة، ونتمنى دائما نكون عند حسن ظن أحبتنا وأخواننا المواطنين إن شاء الله. وإحنا يعني زي كنا بدأنا زمان، كان يكون معنا قبل رمضان مجموعة من زملائنا الصبح، حسن أبو عساف أو رعد الرقاد، حتى يحكونا شو في أخبار سريعة وخفيفة وبنفس الوقت برضو حالة الطقس والسير. هلأ رجعنا، رجعوا لنا بنضموا إلنا كمان مرة. اليوم معنا رعد، صباح الخير يا رعد. صباح الخير لك نسرين، وصباح الخير ايضا لزميلي مجحم. عندك اخبار كثير اليوم؟ عندنا شويه اخبار ان شاء الله تنال اعجابكم، اخبار محليه وفي اخبار متنوعه وايضا رياضيه. يعني ما بتتخيل هاي الاخبار قد ايه بتاثر بالناس، ولانها سريعه وخفيفه صحيح. ومع بدايه النهار بتعلق عند الناس. ويبدو رعد من معالم يعني الابتسام الخفيفه انه محوش يعني شغلات كثير الان راح نستمع لها ونشاهدها. انا هيك بدي ابسطك يا رعد، عرفت دائما القصة. دائما زي مجحم بنحاول تكون اخبارنا خفيفه وايضا في اخبار طريفه يعني لاعزائنا المشاهدين الصبح. صحيح. نعم. كانوا عم بتغزلوا الصبح بالجل على شعرك رعد. والله يا نسرين انا بصراحه امبارح نمت بالمستشفى، يعني والدي شوي تعبان، برضه بوجه له تحيه عبر الشاشه الاردنيه، شاشه التلفزيون الاردني، بقول له الحمد لله على السلامه. سلامتك الف سلام. احنا كمان بدورنا بنوجه له تحيه للزميل بسام الرقاد. طبعا الف سلام. بس بالنسبه لللمعه رعد، اتمنى انها تنعكس على الاخبار الموجوده عندك، واعطينا خبر طريف. خلينا هيك نبدا بخبر طريف يا رعد. خبر طريف هيك بسرعه قبل ما تروح لفقرات، احنا دائما بنبلش بالاخبار القويه الدسمه وبعدين بنعطي احنا بس هيك بالابتسامه، يعني انا بدي اكسر لك طبعا بالبدايه راح يكونوا معنا دائره الارصاد الجويه مجحم ونسرين. يلا ما زبطتش، لنعطي المشاهدين ايضا حاله جويه متوقعه خلال هذا الاسبوع، وايضا هل هناك مرتفع أم منخفض جوي قادم، وهذا راح يطلعنا عليه دائرة الأرصاد الجوية. مين معنا مسالم؟ معنا المهندس حسين المومني من دائرة الأرصاد الجوية. مهندس حسين صباح الخير. صباح الخير أخي رعد، وصباح الخير لجميع الأخوة المشاهدين، وصباح الخير أيضا للأخ مجحم والأخت نسرين عندك في الاستوديو، والحمد لله على سلامة والدك. الله يسلمك يا رب، وهي مجحم ونسرين بيسلموا عليك. عرف الله السلام. يعطيك العافية. الله يعافيك. مهندس حسين، هناك مرتفع قادم، هناك ايضا اخبار تتداولها شبكات التواصل الاجتماعي انه هناك منخفض مرتفع جوي قادم، هل هذه الاخبار صحيحه ام لا يا سيد؟ نعم اخي رعد، يعني الوضع العام بتتاثر المملكه اليوم وخلال الثلاث ايام القادمه بامتداد مرتفع جوي. نعم. وعاده في مثل هذه الايام يعني لما ياثر علينا مرتفع جوي معنى ذلك انه الاجواء راح تكون اجواء مريحه، خلينا نقول. نعم. ليست كالاجواء التي اثرت على المملكه خلال الايام الماضيه اللي هي كانت تاتينا عبر الجزيره العربيه اللي هو المنخفض الموسمي الهندي. نعم. لذا اليوم هناك انخفاض على درجات الحراره، والاجواء اليوم من اليوم حتى يوم الخميس القادم هي اجواء صيفية عادية. نعم. في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبيا إلى حار في مناطق لغوار ومدينة العقبة وأيضا مناطق البادية. الرياح أيضا لليوم وخلال الثلاث أيام القادمة هي رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة الشعاع، قد تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية. نعم. اليوم متوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة عمان 32 درجة مئوية، وخلال الثلاث ايام القادمه متوقع العظمى في مدينه عمان ما بين 31 الى 32 درجه مئويه. نعم. لكن بالنسبه لدرجات الحراره المتوقعه لبعض محافظات المملكه نهار اليوم والليله القادمه، محافظه عمان من 32 الى 21. نعم. المرتفعات الشماليه من 28 الى 18،
ومرتفعات الشرار من 29 إلى 17 والبادية والسهول الشرقية من 34 إلى 21 والأغوار الشمالية من 38 إلى 22 والأغوار الوسطى من 40 إلى 24 والأغوار الجنوبية ومدينة العقبة ترتفع هذا اليوم إلى 41 درجة مئوية وتنخفض الليلة القادمة إلى 27 درجة مئوية. يعني آخر عاد أجواء إن شاء الله خلال 4 أيام القادمة هي أجواء ممتازة، أجواء صيفية عادية في معظم مناطق المملكة، لكن مناطق الأغوار مدينة العقبة البادية قد تكون الأجواء هناك ما بين حارة نسبيا إلى حارة. نعم. مهندس حسين، يعني الموجة الحارة التي أثرت على المملكة الأسبوع الماضي، هل هناك موجات سوف تدخل المملكة أم لا؟ أخي راد، إحنا لا نزال في فصل الصيف. ويعني بشهر 8 وعادة يعني شهر 8 معدل درجات الحرارة فيه ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية. إذا أثر على المملكة منخفضات موسمية قادمة من الهند عبر الجزيرة العربية، طبعا راح يكون هناك ارتفاع على درجات الحرارة. أما إذا يعني استمرت الأجواء تتأثر بامتداد لمرتفع جوي، راح تكون الأجواء يعني أجواء خلينا نقول مريحة، أجواء صيفية عادية في معظم مناطق المملكة، ودرجات الحرارة بتكون حول معدلات لمثل هذا الوقت من السنة. لا نستطيع أن ننفي بأنه لن يكون هناك موجات حارة خلال الأسابيع القادمة. بدي أشكر المهندس حسين المؤمني من دائرة الأرصاد الجوية ويعطيك ألف عافية. أعزائي المشاهدين، رح نكمل معكم مشوارنا الصباحي بعد هذا الفصل. جديد نرحب بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا مشاهدين خارج حدود المملكة الأردنية الهاشمية. راح ينضم إلينا الآن الزميل الرائد علي حياصات من إذاعة الأمن العام. علي بيك صباح الخير. علي بيك صباح الخير. صباح الخير لكل إخواننا اللي يشاهدونا من خلال التلفزيون الأردني. صباح الخير لكل من يسمعنا من خلال أثير إذاعة الأمن العام في هذا الصباح الطيب. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. علي بيك، بدنا تحكي لنا عن حالة الطرق الآن في العاصمة عمان وأيضا في المحافظات. نعم. صباح الخير مرة ثانية أخوي رعد، صباح الخير لكم جميعا وصباح الخير لكل اللي بيسمعونا وبيشاهدونا في التلفزيون الأردني في هذا الربط الصباحي. تحيات لكم، وخلينا ناخذ فكرة عن حالة الطرق الخارجية. نبدأ من خلال الزملاء في الدوريات الخارجية. معنا على الهاتف النقيب عبد المنعم أبو الغنم. نقيب عبد المنعم صباح الخير. صباح النور يا سيدي ويعطيك العافية. إذا سمحت، احنا وإخواننا في التلفزيون الأردني ومشاهدينا، تعطينا فكرة مختصرة عن حالة الطرق في هذا الصباح. نعم يا سيدي، صباح الخير لك علي بيك وأيضا لزملائنا في التلفزيون الأردني بالإضافة للمشاهدين الكرام والمستمعين، بأنه الآن الحركة استقرت على كافة طرقنا الخارجية الرئيسية والحيوية، سواء كان من محافظات الجنوب سلوك الطريق الصحراوي باتجاه العاصمة عمان، طريق المطار يشهد حركة ما فوق المتوسط الآن، بالإضافة لطريق عربة عمان السير القادم من محافظات الشمال باتجاه العاصمة عمان باتجاه شارع الأردن أيضا يشهد حركة نشطة، بالإضافة لإستراد الزرقاء بكل الاتجاهين الآن حسب ما أبلغونا دوريات المتواجدة هناك بأن الحركة نشطة بالاتجاهين، بالإضافة لإستراد المفرق الزرقاء أيضا يشهد حركة نشطة، الطريق الواصل باتجاه معبر حدود العمري أيضا يشهد حركة ما فوق المتوسطة بكل الاتجاهين. الحمد لله يعني كافة طرقنا الخارجية الآن سالكة ومهيئة لمسير المركبات، لا يوجد أي إعاقة تذكر، بالإضافة لموضوع الحادث اللي كان قبل يمكن حوالي نصف ساعة على الطريق الصحراوي. حابين نطمن إخواننا المستمعين والمشاهدين بأنه الآن تم إزالة الحاوية اللي كانت مغلقة للشارع، والآن السير طبيعي باتجاه العاصمة عمان وما في أي شيء يذكر على طرقنا الخارجية. نعم، أمنياتنا إن شاء الله دائما بالسلامة للجميع. شكرا جزيلا نقيب عبد المنعم أبو الغنم، غرفة عمليات الدوريات الخارجية. صباح السعيد. ومباشرة إلى الزملاء في السير نقيب إبراهيم العماوي. صباح الخير. صباح الخير سيدي، الله يسعد صباحك وصباح جميع إخواننا مستمعين إذاعة أيضا مشاهدي التلفزيون الأردني. نقيب إبراهيم، تعطينا فكرة عن حالة الطرق الآن خلال هذه الساعات. نعم سيدي العزيز، يعني الآن الحركة في ذروتها في شوارع العاصمة بالكامل. قبل قليل كانت بداية للحركة الصباحية، وإنما الآن يعني زادت الحركة نوعا ما في الشوارع الرئيسية. يعني قبل قليل تبلغت أنه بوجود حادث سير على طريق الأوتوستراد ما بعد جسر ماركة، ما بعد جسر ماركة باتجاه جسر عين غزال، تم رفعه من قبل دوريتنا كان معيق لحركة السير، تم رفعه ونتج عن ذلك حركة سير خفيفة بالمكان.
أيضا الآن طريق الاستقلال شارع الاستقلال صعودا زادت الحركة فيه، أصبحت ما بعد كازيت الاستقلال باتجاه دوار الداخلية. أيضا اللوب شارع الاستقلال من جهة إشارات الملكة عليا يشهد كثافة مرورية. شارع الملكة نور على امتداده من دوار الداخلية ولغاية الدوار الرابع هنالك حركة نشطة وحركة ملحوظة. الجسر المعلق حركة نشطة أيضا. شارع الملك عبد الله الثاني للسير اللي قادم من جهة سويلح ومن جهة إشارات الفحماوي إلبهاوس باتجاه الدوار الثامن تشهد كثافة مرورية. أيضا مدخل السابع من جهة طريق المطار حركة نشطة. إشارات الدوار الثامن حركة متوسطة. شارع الزهران أموره جيدة. شارع الملكة رانيا العبد الله هنالك حركة الآن بنفق الصحافة باتجاه دوار المدينة الرياضية. نعم. كان أخي علي يعني منذ ساعات الصباح بعض المركبات المعطلة وبعض المركبات اللي من الأمس كانت مشتركة، يعني كانت في مركبة مشتركة بحادث سير ما بعد دوار اليوبيل باتجاه إشارات الأساس، تم التعامل معها ورفعها من الموقع بالكامل. تعاملنا مع بعض الإعاقات، تعاملنا مع بعض الحوادث المرورية، وبحمد الله لم نبلغ عن أي إصابات بالأرواح. كل الملحوظات اللي تعاملنا نعم. فيها أضرار مادية فقط، لا شيء يجب الذكر، مع أمنياتنا دائما وأبدا بالسلامة للجميع. نقيب إبراهيم، الآن أمامي رسالة طريق السلطة أو جسر منعاش تحديدا باتجاه عمان، في سيارة معطلة فوق الجسر وللأسف الشديد يعني سائقها تاركها ورايح، فبالتالي يعني ازدحام وخوف من وقوع حوادث. ريت هذا الموضوع يتابع من خلالكم إذا سمحت. نعم علي بيك، يعني الآن سيتم إرسال دوري للموقع، ولكن بخصوص هذا الموضوع يعني احنا عدة مرات وفي غالبية التقارير مننبه على إخواننا المواطنين في حال تعطل مركبته إبلاغ 911 حتى نتمكن من التعامل مع هذه الملحوظات، ولا يعني حتى ما يكون في تراكمات لحركة السير. نعم إن شاء الله الآن سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص هذا. أمامي الآن على الكاميرا اللي موجودة أمامنا أمام شاشة التلفزيون الأردني اللي الربط مع أخواننا في مركز القيادة والسيطرة في ازدحام أسفل جسر المحطة، ريت نتابع الموضوع من خلال مجموعاتكم إذا سمحت. نعم سيدي. نعم. شكرا. نعم. شكرا جزيلا نقيب إبراهيم العماوي غرفة عمليات السير، تحياتي لكم في هذا الصباح وأمنياتنا إن شاء الله بالوصول الآمن للجميع. نذكر أخواني في حال تعطل أي مركب من مركبات أخواننا السائقين إبلاغ مركز القيادة والسيطرة 911 فورا حتى تخففوا من موضوع الازدحام، لأنه بعد ما يتبلغ المركز القيادة والسيطرة من المواطنين بيكون الازدحام يعني أخذ مجال بشكل كبير، وبالتالي صعوبة الوصول للمركبة ورفعها من خلال الزملاء في السير أو الدوريات الخارجية. نتمنى أي حدا تتعطل مركبته يبلغ مباشرة حتى يكون الإجراء فوري وما تسبب أنت في حادث سير لا قدر الله، وما تتسبب كمان في ازدحام مرور، لأنه عدم رفع المركبة هي مخالفة بالدرجة الأولى، وبالتالي تكون أنت سبب لازدحام مروري أو سبب لوقوع حادث سير. أمنياتنا إن شاء الله بالسلامة للجميع. عودة إلى الزملاء في التلفزيون الأردني الزميل رعد وكل مشاهدين الكرام، مع التحية والتقدير والاحترام، صباح. أشكر الزميل رعد علي حياصات من إذاعة الأمن العام، ويعطيكم ألف عافية وجهود مشكورة من أخوانا في الأمن العام ونشام الأمن العام، وتحية صباحية لهم. أعزائي المشاهدين، طبعا كما عودناكم شوية أخبار محلية إن شاء الله تنال إعجابكم. راح أبدأ بخبر محلي يخص وزارة التربية والتعليم. دوام طلبة المدارس في 23 من الشهر الحالي والهيئة الإدارية في 16 من الشهر الحالي. أكد الناطق الإعلامي بوزارة التربية والتعليم وليد الجلاد أن دوام الهيئة التدريسية والتعليمية سيبدأ ب 16 الشهر الحالي، وأضاف أيضا الجلاد أن بدء الدوام للطلبة بالمدارس سيكون ب 23 من الشهر الحالي حسب التقويم المدرسي الذي تم تعميمه على مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات المملكة. وأيضا من وزارة التربية والتعليم ننتقل إلى وزارة الأوقاف. خيم ألمانية مكيفة للحجاج الأردنيين في عرفات. قال وزير الأوقاف خالد داود أن عدد الحجاج الأردنيين لهذا العام بلغ 5600 حاج وفق الحصة الأردنية السنوية التي تخصصها المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام في مختلف دول العالم. وأوضح داود أن هناك جملة تسهيلات اتخذتها الوزارة لتأمين راحة الحاج الأردني استعدادا للموسم الحج في الثلث الأخير من شهر أيلول القادم، بينها تزويدهم بخيم ألمانية المنشأ مكيفة لتأمين الهواء البارد أثناء الوقوف على جبل عرفات، وتعمل مكيفاتها وفق نظام المكيفات المنزلية المعبأة بالغاز. وأيضا من أخبارنا المحلية الصباحية، سماء المملكة تشهد زخات شهابية بحدث تاريخي نهاية هذا الأسبوع. وللحديث عن هذا الموضوع راح ينضم معي الفلكي عماد مجاهد. سيد عماد يعطيك العافية. الله يعافيك، صباح الخير. يعطيك العافية سيدي. يا هلا أهلا وسهلا، الله يعافيك. عماد، هناك سوف تشهد المملكة زخات شهابية نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله، خبرنا عن هذا الحدث يا سيدي.
سيدي شكرا لك. نعم ان شاء الله تعالى ينتظر الفلكيون وهواة الفلك والعالم حتى الحدث الفلكي البارز وهو زخة شهب البرشويات. طبعا هو يبدا بالظهور يوم من اليوم من او عفوا يوم امس من يوم 9/8، ولكن الذروه ستكون يوم الاربعاء القادم صباح او فجر يوم الاربعاء بعد غد ان شاء الله. نعم. اللي هو 12 آب، ويعني غدا بالليل يعني الثلاثة بعد ما توصل الليل على صباح الاربعاء هي ستكون يعني ساعة الذروة إن شاء الله. نعم. وطبعا يتوقع مشاهدة حسب التقديرات الفلكية العالمية ومنظمة الشهب العالمية يتوقع أن يشاهد حوالي 100 شهاب في الساعة الواحدة في المعدل اللي هي بعد منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء. فالشهب حقيقة يعني راح تكون أو متوقع أنها تكون جميلة جدا، خاصة أنه يعني لا يحتاج نظرة لا لتلسكوب ولا لأي آلة، فقط للعين المجردة. نعم. وأن يبتعد الشخص إلى مكان مظلم، يعني ما يرفضها من المدن ومن المناطق الشوارع المضاءة وما إلى ذلك. نعم. يا سيد عماد، هل هناك خطورة على عين المجردة؟ لا أبدا، هي ظاهرة سماوية جميلة جدا، ننتظرها نحن على شوق حقيقة لنرفضها. نعم. لأنها عبارة عن ذرات غبار صغيرة جدا يعني، وتدخل الغلاف الغازي الأرضي. نعم. وتحترق في الغلاف الغازي الأرضي نتيجة سرعتها، فتظهر على شكل يعني أسهم نارية لامعة مثل الألعاب النارية التي تطلق في المناسبات. نعم. ولكن حقيقة يعني لا تصل هذه الشوب أبدا سطح الأرض، هي تحترق في الفضاء الخارجي، وهذه من حكمة الله عز وجل في خلق الغلاف الغازي الذي سماه بالقرآن الكريم السقف المحفوظ. نعم. سيد عماد، بس تعيد لنا ذروة هذه الشهب لأعزائنا المشاهدين لكي ينتظروا هذه الظاهرة. ستكون بإذن الله على مساء غد الثلاثاء بعد منتصف يعني الليل، يعني غدا بالليل. نعم. الساعة 12 حسب على فجر يوم الأربعاء. على فجر يوم الأربعاء. نعم. بدي أشكر الفلكي عماد مجاهد رئيس وحدة الأهل والمواقيت في دائرة قاضي القضاء، ويعطيك ألف عافية. طبعا كما تدعو أيضا خبراء التصوير والهواء استغلال هذه الشهب لتصويرها، حيث تبدو الشهب في الصور غاية في الروعة والجمال. أعزائي المشاهدين، ننتقل معكم إلى أخبارنا الصباحية وأيضا أخبارنا الرياضية. راتب العوضات يجدد عقده مع الفيصلي. جدد راتب العوضات عقده مع النادي الفيصلي يقود فريق كرة القدم للموسم المقبل، وجاء توقيع العقد مع العوضات في مقر النادي، ويحضر عضو مجلس الإدارة رمزي أبو السندس. وكان العوضات قاد تدريبات فريق الفيصلي طيلة الشهرين الماضيين استعدادا لاستحقاق الموسم المقبل. كل التوفيق للكابتن راتب العوضات. وأيضا الأخبار العالمية، باريس سان جيرمان يتعاقد رسميا مع دي ماريا. أعلن نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم عن ضم لاعب الوسط الأرجنتيني دي ماريا رسميا في صفوف مانشستر يونايتد لمدة 4 أعوام. ولم يكشف سان جيرمان عن قيمة الصفقة، ولكن قدرتها وسائل الإعلام بنحو 46 مليون جنيه استرليني. وننتقل معكم إلى أخبارنا الفنية الصباحية. أنجلينا جولي في زيارة إنسانية لتفقد أوضاع مسلمي بورما. زارت النجمة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي بصفتها مبعوثا خاصا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء بورما. ومن المقرر أن تمتد زيارتها، تكون مدة زيارة النجمة العالمية الشهيرة لبورما 4 أيام متواصلة. وتأتي زيارة أنجلينا جولي لتفقد أوضاع المسلمين في بورما بما شهدته من اضطهاد وقتل وتعذيب على مرأة ومسمع من جميع دول العالم. وأعزائي المشاهدين، أيضا الأخبار الغريبة لهذا الصباح، زوجان تركيان يحتفلان بزفافهما بإطعام 4000 لاجئ سوري. تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لزوجين تركيين قررا توزيع الطعام على 4000 لاجئ سوري عوض تقديم الطعام إلى ضيوف حفل زفافهما. وفق مصادر إعلامية تركية، فقد خصص العروسان شاحنة بأكملها مليئة بالمأكولات لتوزيع الأكل على اللاجئين في ساحة المدينة. وقال والد العريس أن هذا العمل الخيري الذي قام به العروسان أسعدهما كثيرا، حيث أرادا أن تكون وليمة العرس سببا في إسعاد اللاجئين السوريين. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي فقرتي الصباحية معكم لهذا الصباح. راح ارجع الى زميلتي نسرين ابو صالح وايضا زميلي مجحم العدوان، ولكن
بدي أشكر جميع بصراحة العاملين معنا في هذا البرنامج الصباحي من فنيين وأيضا مخرجين وأيضا معدين، يعني يعطيهم ألف عافية. وراح أرجع الآن إلى زميلتي نسرين ومجحم.